يلا ذا بيست مع نجمنا كابتن وائل رياض. كابتن وائل جاهز؟ جاهز. ابص فين عشان اشوف الاسئله ولا اعمل ايه؟ ولا نبص هنا، يلا ماشي. نبص على الشاشه. يلا. زي ما هو واحد، خلاص. ماشي خلاص. يلا ذا بيست مع كابتن وائل رياض، بسم الله الرحمن الرحيم، يلا ابتدينا. كابتن حسام البدري ولا كابتن شوقي غريب؟ اكيد كابتن شوقي غريب ذا بيست بالنسبه لي، انما طبعا كابتن حسام تمام. كابتن شوقي غريب. لا هو قال كابتن شوقي غريب، هو ما قالش حسام. نجيبها تاني بعد اذنك عشان الكلام ده. هما الاثنين حلوين، شفت؟ يعني انا ربنا بيحبني. اه والله كابتن شوقي غريب عشان انت لخبطتهم انت. طيب يلا، بس هو قال كابتن شوقي غريب. وكابتن حسام برضه مدرب كبير، مدرب منتخبنا الوطني، وانا بحب كابتن حسام جدا، وكمان الصوره اللي جايه على كابتن حسام يعني صوره جميله. طيب مصطفى محمد ولا مروان محسن؟ مصطفى محمد ولا مروان محسن؟ مصطفى محمد. ها؟ مصطفى محمد. مصطفى محمد. هيعملوا على مروان بقى. لا خلاص اهو ظبط، استاذ حسني ظبط. يبقى هي الصوره اللي بتبقى الناحيه دي هي اللي بتعملها شكلها كده. محمد شريف ولا مروان محسن؟ اسرع يا كابتن. محمد شريف. محمد شريف. تمام. خد بالك من اللي جايه بقى. محمد شريف ولا ويلتر بواليه؟ محمد شريف برضو؟ اه. انت مصمم؟ ماشي. انا مش شايف في حاجه فيها صعوبه. لا خالص، ده كويس. يلا بينا. شناوي ولا ابو جبل؟ شناوي. من غير تفكير. ها؟ ما بتفكرش ما شاء الله. خد دي بقى. رمضان صبحي؟ لا، خد دي. بن شرقي ولا معلول؟ بس انت اصل انت بتقارن اتنين مش في مراكز بعض اصلا. مش مشكله. بن شرقي ولا معلول؟ معلول محترف. معلول. بتكلم على احتراف. معلول. معلول. شفت؟ معلول. هي الصح بتيجي الناحيه دي. هو ايه الصعوبه يعني ان احنا نكتب معلول يعني؟ مش فاهم. في التمبل؟ طيب هي في حاجه بتنور غلط يعني. مفيش مشكله. طيب رمضان صبحي ولا طاهر محمد طاهر؟ الاثنين لعيبه كويسه قوي. يفكر ويفكر. رمضان صبحي ولا طاهر محمد طاهر؟ ما ينفعش اختار مصطفى محمد؟ لا اعتقد يعني الارقام وكل حاجه رمضان. رمضان ماليش دعوه، سيبك من اللي انت بتقوله في الاول ده، ما باخدش بالي منه. لا ارقام رمضان. واعتقد والكلام ده. رمضان. رمضان صبحي. طيب حمدي فتحي ولا ديانج؟ لا حمدي. حمدي فتحي. اه تمام. موسيماني ولا فايلر؟ شوقي غريب. حلوه. اه لا موسيماني. موسيماني. موسيماني طبعا. طيب خلاص. باتشيكو ولا كارتيرون؟ باتشيكو ولا كارتيرون؟ لا كارتيرون. 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 حلو قوي. خش على اللي بعده. محمود علاء ولا ايمن اشرف؟ ايمن اشرف. طيب افضل لصلاح ريال مدريد ولا برشلونه؟ افضل لصلاح؟ لا ريال مدريد. ريال مدريد. اه عشان الاربعه بتوع النهارده ولا ايه؟ لا لا لا، انا على فكره ما بشجعش ريال مدريد، بشجع برشلونه بس. بس تمام. ريال مدريد صلاح هيتالق معاهم بشكل كبير قوي. برونزيت الشباب ولا برونزيت مونديال كاس العالم؟ الانديه طبعا مع الاهلي بالنسبه لشيلز. لا برونزيت الشباب. برونزيت الشباب. اه بالنسبه لك افضل. اه دي لازم اقول لك ليه.
لا برونزيه الشباب ده انجاز كاس عالم بيور يعني ما فيهوش كلام. وبعدين ده الميداليه الوحيده العالميه لتاريخ مصر. فانما كاس عالم انديه يعني ان شاء الله باذن الله الاهلي خدها مرتين وان شاء الله الاهلي ياخدها ثالث مره ورابع مره وتبقى ميداليه مختلفه. انما انجاز كاس العالم للشباب ده او ثالث العالم للشباب كان احنا كنا 32 دوله والبدايه كانت صعبه 7-1 من الارجنتين واتغلبنا الماتش تعادلنا الماتش الاولاني مع جامايكا واتغلبنا الماتش الثاني 7 وبعدين ترجع للبطوله وبعدين تعمل ماتشات كويسه كسب هولندا فنلندا وكده لا يعني وامريكا وهولندا اخر حاجه ماشي بس ركز قوي مركز والله تلاش هدف قفشه في الزمالك ولا هدف ابو تريكه في الصفاقس؟ ابو تريكه في الصفاقس طبعا ده من غير تفكير ده ما يعني انت بتكلمني في حاجه انا بقى كنت في الملعب وحاجه انا كنت في التلفزيون بتفرج اكيد طبعا اللي عشرتها في الملعب خلي بالك انا هفضل اقول طول حياتي انا عشت فرحتين مش هعرف اوصل للفرحه دي بشكل تاني فرحه مونديال الشباب الارجنتين الميداليه بتاعت الارجنتين وماتش الصفاقس الجون بتاع ابو تريكه في ماتش الصفاقس يعني في ناس تقول لك ده ماتش الزمالك قفشه في الزمالك هي بياخدوها كده يعني ان هي اقوى لا ماليش دعوه ده نهائي افريقيا ده اصل ما هو ده نهائي افريقيا وده نهائي افريقيا لا ده وصلك كاس عالم انديه وده وصلك كاس عالم انديه ما انا بقول لك ده نهائي افريقيا الاثنين واحد بالنسبه لي فان المنافس يبقى الزمالك او المنافس يبقى الصفاقس الاثنين بالنسبه لي يعني واحد انما الدراما اللي عشناها في ماتش الصفاقس كانت اكبر بكتير من مباراه الزمالك بشكرك كابتن وائل كده دي ذا بيست بقى بسيطة بس عايز اقول لك حاجه بس افكر الناس كابتن وائل رياض اختار مين كابتن حسام البدري ولا كابتن شوقي غريب اختار كابتن شوقي غريب مصطفى محمد ولا مروان محسن اختار مصطفى محمد محمد شريف ولا مروان محسن اختار محمد شريف محمد شريف ولا بواليا اختار محمد شريف شناوي ولا ابو جبل اختار الشناوي معلول ولا بن شرقي اختار معلول رمضان ولا طاهر محمد طاهر اختار رمضان حمدي فتحي ولا ديانج اختار حمدي فتحي موسيماني ولا فايلر اختار موسيماني باتشيكو ولا كارتيرون اختار كارتيرون ايمن اشرف ولا محمود علاء اختار ايمن اشرف صلاح يروح ريال مدريد ولا برشلونه اختار ريال مدريد برونزيه كاس العالم للشباب ولا برونزيه كاس العالم للانديه اختار كاس العالم للشباب هدف تريكه في الصفاقس ولا هدف قفشه في الزمالك اختار هدف تريك انت ليه جيت عند الحته بتاعت رمضان وطاهر واتكيت عليها لا خالص عادي يعني لا عادي انت اللي حسستني بكده لا لان انت اللي اتكيت عليها مش بالعكس انا جيت يعني جيت لا انت اتكيت عليها كتير ده انت ما وقفتش في سؤال الا السؤال عشان ده عشان الاثنين لعيبه كويسه والاثنين انا بمرنهم يعني الاثنين لعيبه المنتخب الاولمبي بالنسبه لي فالاثنين يعني ده الموقف الحساس بالنسبه لي انا عشان هم في المنتخب انما هم عشان هم الاثنين عشان كده انا سكت انما الاثنين مبشرين جدا جدا أيه. ان شاء الله باذن الله يكونوا في اولمبياد طوكيو اللي جايه يكونوا حاجه كويسه جدا للمنتخب باذن الله. طيب.